الحقيقة الكلام عن هذا الأداء الصحفي بهذا الشكل يقودنا للترحم كتير على واحد عزيز علينا كلنا، يعني خالد العشري عليه رحمة الله. خالد العشري ده إنسان رائع. احنا على فكرة احنا كنا ممكن نبدأ بيه، بس كنا بنجهز له حاجة، ما كناش عايزين نبدأ غير لما تكون جاهزة. كان لازما أول كلمة كان نقولها النهاردة ألف رحمة ونور على روح خالد العشري. أنا كنت أحب الإنسان ده قوي قوي يا أستاذ إبراهيم، قوي. عايز أقول لك طيب وجميل عايز أقول لك إنه اليوم الأخير ليه في الحياة، اللحظات الأخيرة، كان في النادي. أنا بكلم جمال جبر وأنا في الجنينة، كان معايا ضيوف، فجمال قال لي ما تيجي، ده خالد العشري معايا. قلت له قول له استناني انا جاي لك. استنيت مع الضيوف شويه، وبعدين لما طلعت المركز الاعلامي فين يا عم خالد؟ قال لي ده مشي. عرفت انه كان عنده شكوى، بدا يحس ان بحرقان على صدره وشرب حاجه واطمن على الضغط بتاعه وروح. انا مروح لقيت جمال برضه بيكلمني، خالد العشري تعيش انت؟ قلت له ده ازاي يعني؟ يعني ايه؟ قال لي روح قبل ما يروح المسا، حب يريح ساعة، ريح مراته بتصحيه. كان ربنا يرحمه، انسان جميل نقي. امبارح في صلاة الجنازة، ويعني اخواته طبعا بنشاطرهم الاحزان وبنعزي نفسينا الحياة، زي ما بنعزي عمر ابنه ويوسف وآية والسيدة حرمه. خالد يعني ليه فينا كلنا كتير الحقيقة. بفقدانه يعني الصحافة فقدت الكلمة النظيفة. إنسان يمكن عزائنا الحقيقي إنه عاش تقي، عاش نقي. خالد لعمره انجرف ولا انحرف تحت أي ظرف، فضل دايما وأبدا حريص على اسمه وسمعته وعلاقته وطيبته وأخلاقه وحبه للنادي الأهلي، حبه للنادي الأهلي، عضو في النادي، تفاعله مع النادي. يعني عرفته من فترة طويلة قوي، أنا سافرت أنا وهو مرة في فرنسا تقريبا في الفرانكفون في 94، قعدنا شهر هناك، كنا في أوضة واحدة. تعرفه بره في الغربة قد إيه ودود جدا، لطيف جدا، حبوب نضيف. جدا، بني آدم نقي نضيف. يعني مشينا مشوار مشترك كتير الحقيقة فيه، يشهد الله إنه فعلا خالد العشري الاولاد ان هم يفخروا بيه. وانا قلت كده لعمر امبارح في الدفن، يا ابني يعني انت راجل وما شاء الله، انا يعني ما كنت شفته من فتره، لا بقى راجل شد حيلك، لانه خالد العشري يعني زعلنا كلنا. عايزين نقول لاسرته خالد له اخوات كتير، احنا اوله صحيح، ونتمنى ان هم باذن الله يعني شؤون الحياة تبقى ميسرة وكل حاجة تمام، لكن ليكوا أشقاء لخالد في أي وقت. خالد العشري كمان أنا أعرفه، أنت بتعرفه، أنا أعرفه من أيام ما كنت مدير للنادي الأهلي ومتحدثا رسميا، وهو في الكرة والملاعب وقتها. كان واحد من المقيمين في النادي الأهلي، وراجل ريحه خفيفة، مش ثقيل، مش لحوح، مش طلباته ملهاش معنى. راجل عنده عفة نفس، عزة نفس، ألمه من وشورته من دماغه، حتى لو اختلفت معاه شورته من دماغه. عايز أقول لك الفترة دي يا باشمهندس كان معاه في الكرة وملاعب صديق عزيز علينا وزميل أحمد سعد أبو زيد الله يرحمه، لأنه تقريبا من سنتين مات برضه بأزمة مفاجأة. كان جاي للبيت في الهرم عشان رايحين مشوار لعلي مسعود في الفيوم، وقع في شارع الهرم وهو جاي. لا حول الله. يوم جمعه وصايم، يعني عارف دي مش دروس يا ابراهيم تخلينا كلنا يعني رحل بنفس نقاء رحيل خالد العشري. فخالد لسه من اسبوعين بقابله، فجت السيره. كنت انا دايما وابدا في الفتره اللي حضرتك بتتكلم عنها، انا وخالد واحمد سعد الله يرحمه دايما مع بعض. كان الاستاذ حمد النحاس الله يرحمه كل ما اروح لهم الكرة وملاعب عشان ننزل سوا، ايوه يا اخويا انتوا لاقيين على بعض،
ما انتوا اهلاويه، كان يعني بروح حبوبه قوي، يحب خالد العشري جدا ويحب احمد ابو زيد قوي. احمد ده لما سافر السعوديه قعد يجي 20 سنه، خالد قال لي انا مش طايق اقعد من غير احمد، فساب الكوره والملاعب ونقل للمصر. من حوالي 15 20 يوم بتكلم انا وهو، فقال لي بقول لك ايه، الواد احمد سعد وحشني قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. قلت له الامر لله يا خالد. فقعد يسالني على اولاده واخبارهم ايه. انا امبارح لما سمعت الخبر قلت له اديك رحت له يا سيدي. شوف يا استاذ ابراهيم، الانسان المحترم بيسيب وراه الاسم المحترم، وهي دي الثروه الحقيقيه لاهله، ان الكل يبقى مفتقده، الكل عايز يسانده ويساند اهله باذن الله، وربنا ما يحوجهم لحد. لكن ولاده ولادنا، ولاده ولاده لازم يعتزوا قوي باسم ابوهم، افخروا بابوهم بجد. رحمه الله، ربنا يسكنه فسيح جناته يا رب.